حياكم الله ويا هلا بكم على كل متابعين ومشاهدي قناة سامراء الفضائية بحلقة جديدة من برنامج يرهم كلش. طبعا ما اقول لكم شنو الهدايا اليوم اللي حتقدمها شركات الراعية. اول شركة هي مقدمة من مركز الماسترز اوف بيوتي سنتر، هاي خاصة بالنسوان تموتن على التجميل، اذا مو تجميل ما تطلعن ما شاء الله. هو اكيد ويانا هدايا مقدمة من عطور ساري الاغا ومثلجات جيلاتو. خلينا نشوف منو راح يفوز ويانا بجوائزنا ببرنامجنا برنامج جرام كلش باول فقره، وهي فقره مثل بمثل. ابقوا وياي. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. الاسم بالخير. سيف. سيف ايش تشتغل؟ انا موظف بمدخل ادويه. موظف بمدخل ادويه. على كيفك، اعطيني الجمله واحده واحده حتى افتهم الجمله الاولى قبل الثانيه. يعني الحمد لله اول شيء. اي موظف بمدخل ادويه. حلو. مضبوط. طالب عبد المالك هشام. طالب. طالب شنو؟ هندسه. حلو. يسموه طالب سادس. دعوات مأثر بيك الجو؟ السادس أثر بيك؟ شو اسمك يا حلو؟ محمد. عفيف. وين؟ خامس. عفيف. سارة. طالب بكلية العلوم. علوم؟ ريا. وين؟ كلية الطب. أيوة. يا حلو. ثانية. نجحت بيوم كورونا. نجحاكم معدلات تسعينات. مو تروح تطير المرض براسي توله هو خطي. اموت. علا. علا صح. ثالث. تمام. الفقرة اسمها مثل بمثل. كنا نعرف الامثال. الامثال تضرب وتقاس، لكن كل مثل له قصة. تطين المثل والقصة مالته. يلا. خلي اتذكر المثل او اتذكر المثل على كيفك يا حقي. بعدين بتفوزين معانا. ها. الرقاصه ما تعرف ترقص، شو تقول؟ القاع عوجه. والله بس مين الرقاصه ما تعرف ترقص شو المثل؟ انا هيك اعرف. انت تعرفين مثل؟ اي. لا هو مثل صدق؟ ما ادري انا هذا جبالي. صدق تعرف جبالك؟ دكتور عادي. مو اختصاصي امثال. جراحة؟ اي. شوف سيف. لا لا اصحيح. ما اعرف. ما اعرف. عارفين؟ حلو. مين لعبة بعد؟ يلا. يابا يقول لك مال الماي للماي، مال اللبن للبن. شنو يعني؟ حلوة. هاي اكو وحدة. كان شو تسوي؟ تسوي اللبن. ايه. حتى يكثر عندها الكمية تخبطه ايه. بماي وتبيعه للعالم. فواقفة بتعلوة. يم المي اي طبعا اوقف خلي ارتب افكاري يا اخي ما حتى فاجئت ادري اعرف ورا ايش اكو زين. فالعربانه مال اللبن زين مشت بالوادي وراحت لا يا ثلج راحت بالمي بالمي هي قامت تصيح مال اللبن للبن يعني مال حلال للحلال مال حرام راح ويا المي المي ولا المي حلو ها قول لها والله شان طيب بس ماكو شيب بعدين وقف ابد ابد واقف منها منها على اساس مو مال اسمه الماي لو هالعنب يقول حامض زين اوكي ما لو هالعنب يقول عليه حامض شنو قصه هذا المثل؟ ما اعرف بس اسمع ما اعرف شنو حضرهم عاد حضرهم والله ما اعرف بس اسمع الله يطي جوزي ما عنده سنون لما تعرف زين اوكي اوكي ماكو مشكله قلت انت ما اللبن اللبن حلو المثال وهناك شنو بالله القصه ماتش العملاقه ما رقاصه ما تعرف تقص شو تقول القاع بها رقله لا القاع اوكي 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 لحطيش اول هديه اعطيني اول هديه الخصم مقدمه من الماسترز اوف بيوتي سنتر هاي الهديه انت حلك شي اياها تستاهلين شنو رايك بيها حلوة شكرا 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 حياتي اعطيني عطر مقدم من ساري الاغا تستاهل هذا العطر لك رحم الله عليك و تدلل وين خليت العطر ايش عجب تستاهل مبروك عليك يا حبيبي تعال 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 وشي قبل كل شيء تعال 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 هسا قبل امشي هسه ما راح تقولي لي مثل؟ أنا؟ مركز تجميل مشكلة ما عندي راح نسوي تجميل كلها يلا
مركز تجميل ها ترى عمليات بحت مو هاي صالون هسه. المركز ماسترز اوف بيوتي في الشراقي. ما عندي. ما عندي. ابد. بدي نسوي فيلر وبوتوكس. لا شو اسوي؟ شفط نحل. لا لا لا. منام. لا ابد. تمام. شكرا لكم. حياكم الله. مشكورين شباب. مشكورين لكم. شكرا لكم. الله يبارك لك عيني. تمام شنو؟ لا من شنو؟ سوري ناخذ صوره وياك قبل ما نطلع. تمام. مشاهدينا الكرام بعد مستمرين وياكم فقرتنا فقره مثل بمثل، خلينا نشوف من اللي حيشاركنا ومن اللي حيفوز ويانا بجوائزنا. ابقوا وياي. شو اخبارك؟ الله يسلمك. شو اسم التسريحات الجميله؟ شعر كيرلي. كيرلي؟ ايه. مو نقرو. ايه هو نقرو كيرلي. بس واحده من الاثنين كيرلي. تشتغل انت؟ انا كاسب. كاسب حلو. علاوي. علاوي شو اشتغل؟ كاسب قاعد. اسم احمد. طالب. ها؟ اه اني. ايه طالب. اه عندي شكر. شلون كابتن؟ حبيبي صار الله يسلمك حبيبي الله يخليك. موظف؟ اي موظف. بدون اسم؟ الشركه الموظف. حلو عشان مو حقولها بحده غلط. هو الشركه ما ندخل فيها. اي موظف هنا حبيبي قلبي. شو اخبارك؟ والله بخير. تشتغل؟ بخير. انا موظف. موظف حكومي لو؟ طبعا حكومي. اه عافيه. وين؟ وزاره الصحه. اه حلو. اقول متكسر. شلونك؟ هلا بيك. شو اخبارك؟ والله شو اسمك؟ عوف الاسم. عوف الاسم. شو اسمك؟ محمد. ها؟ محمد. لا شنو عوف الاسم؟ شو بيك؟ ما ادري ايش. اه شلونك يا حلو؟ الحمد لله زين. تمام شباب، الفقره اسمها مثل بمثل، عندنا امثال وهوايه، كل مثل له قصه، كل مثل له قصه، تقول لي المثل وتقول لي القصه. ماشي؟ جيت علي اشوف بالبدايه. المثل ما ارجع عليك. لا لا عادي، بس المثل ما ناسي القصه مالته. ما اعرف هاي يمك السالفه. اي بس هو شارح نفسه يعني. يلا شنو؟ اي ما يسوقه مرضعه، سوق العصا ما ينفعه. اها فسر لي اياها. يعني اللي حليبه ما طاب يعني ما سوى له قيم وضمير خلينا نقول اخلاق، وهاي من البدايه بعد لو قد ما تظل تحاسبه تضربه بالعصا ما حيصير له شاره. عاش في ايدك. والمثل الثاني صديق معرفته بوقت الضيق. من تصير ضيق بالحياة تعرف هذا صديق. هذا مثل؟ أنا عدي أعتبره مثل بالنسبة لي. بالنسبة لك؟ بالنسبة لي. بالنسبة لنا شنو؟ بعد ما أعرف هو الصديق هيك شيء. أنا بالنسبة لي. اللي يدري يدري واللي ما يدري. مرقة عدس. شنو يعني؟ هاي قصة طويلة. أعطيني هسه القصة. القصة. خلصتوا الآيس كريم دكافي عم جاب دمبيه عشان تاكلون أنتوا. هاي القصة هي شوي بها بأحداث طويلة يعني، إذا تريد أحكيها أحكيها. بس جزء من القصة ما بها رجل فلاح. إذا حكيت القصة صح يفوزون من عندكم؟ يفوزوني بسيطة. أكيد؟ أكيد. الكل؟ بسيطة. هو رجل اكو فلاح هو مرته. اي فلاح هو مرته. اي دا يزرعون عدس. عدس. اجى واحد مستطرق مو كبير شو ما اقدر احكي على الكاميرا. اعبر الشغلات. شاف المره مرت الفلاح حلوه. خلاص عرفت هالقصه هي صح. انا قلت هنا انا وصلت. اسم الله يا حبيبتي الله يحفظك. بتعرف مثل اكيد ادري فيك. اكيد بتعرف. ما اعرف حبيبي. انت ما تعرف؟ انا ما اعرف. ما حد يعرف فيكم؟ ابد. زين زين. تريد نكته غير شيء؟ لا ما اريد نكته. نعم. اريدك تقول لي هاي الجمله 7 مرات على السريع. زين؟ شمس تمشي وشمس مشمسه، اذا قريتها 7 مرات تفوز وياي. شمس تمشي وشمس مشمسه. شمس تمشي وشمس مشمسه، شمس تمشي وشمس مشمسه. هلو 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 هلو. يلا انا حق لك. لا لا ما يصير حبيبي، انا اريدك تفوز. اني ها شمس مشمشه وشمس شمس شنو مشمشه؟ مش تقاطع الرواد صار علي دري صرمو بالحرب. ها دبر انا. لا ما ادري. لا انت ايه الهم. لا لا شنو؟ لا لازم تقول. ما اقدر هسه بس هنا فايزين. خليهم يفوزون. هاي بعد هم هنا صديق واخ، وهنا انا صديق واخ. خلي يفوز بالعافيه عليه. بقول هيك انت الله. لا تعطيني مثل. لا تعطيني هاي. ما اقدر والله صوتي فدنا ومبحوح. فما اقدر. نفسك تعبان؟ لا مو نفسي تعبان بالعكس. شوفت هذا صوتك شبيه؟ طيب مبحوح. لا عاد ما تفيد. اي ما تفيد. اي كل يوم ويا. زين اعطيني عطر مقدم من سار الاغا، واعطيني مثلجات جيلاتو تستاهل. في مثلجات لو تجيب لنا قبل. تصير بطاقه وتاخذ عائلتك هناك لو تجيب لنا قبل.
تستاهل تستاهل، مبروك عليك. طيني هاي مقدمة من مثلجات جيلات قسيمة، تروح انت وعائلتك تاخذهم كلهم، واذا تريد تاخذ اصدقائك احسن هسه خذ عائلتك، عف عائلتك والله العظيم. ها 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 شو تريدين ولد هو وهديته؟ ماكو هيك عمي يا بتعال صور له الهديه هيك ضمها بجيبك بجيبك بجيبك. اي والله اي تفهم تفهم. هاي زين عمي انتو سوا؟ اكو احد وياكم؟ تدلل انت مشر، هاي من كبيركم هنا؟ يلا هاك روح المثلجات جيلات المنصور، روح نفتح قناة سامرة فضائية وتاخذون هاي الجوائز، تستاهلون. ماشي الله يسلمك حبيبي، تسلم. يا اخي انت لا انت موجود هنا اسد، نرضيك نرضيك. مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا، برنامج جرهم كلش، وصلنا لكم الى فقرة ركز وجاوب، ابقوا وياي. وصلنا لكم الى فقرة ركز وجاوب، فقرة ركز وجاوب انه حنبديكم وياكم بالاسئلة، الهدايا مالتنا مقدمة من مركز الماسترز اوف بيوتي سنتر للتجميل ومثلجات جيلاتو وعطور ساري الاغا. هنا الفقره اسمها ركز وجاوب. قبل تجاوبون ركزوا ركزوا ركزوا. حتبقين شي قلبه وجهك علي؟ والله مو اني ما مسوي شيء. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ شو اسمك؟ احمد. شو اشتغل احمد؟ ما اشتغل والله. حلو. حسين. ما اشتغل. طالب طالب. زيد طالب. احمد. علي. متزوج؟ ايه متزوج. وين زوجتك؟ هاي. شو مكلبه بي؟ غير حب بيناتنا. الله الله يقول غير حب بيناتنا تمام. شنو؟ شنو؟ اسمي؟ شمس. طالبة؟ اي طالبة. يصل. خامس اعدادي. خامس. شنو؟ مريم. مو؟ اي. تعرفون اسمي كان كلش احبه؟ والله والله احب اسمك باعي. ها ايش مكتوب هنا؟ مريم. ها شفت شلون احب اسمك انا؟ شو اسمك؟ يسر. يسر شو تشتغلين؟ ناصر. سادس. اكيد ثلاث سنين انت مخمره بالسادس. لا والله هسه ثاني هسه دام تحن سادس. ها عفوا. قبل كنت خامس؟ زهراء. زهراء. محمد. ام يسر. يسر. نورهان. يقول لك الحب بيناتكم فول. ايه. وقت تطلقون؟ يا رب بس ترى يلا كافي لا صرنا خمس سنين بس بعد سنة هاي أفكر علاقة حبنا أفكر تمام جاهزين؟ جاهزين حلو تجي نبدي منا ولا أبدي منا؟ كيفك منا كيفك نسأل أولا عادي الله استلموا شيء الذي يشبه نصف القمر شنو هو؟ شيء الذي يشبه نصف القمر شنو هو؟ أنت العفو أقف نبدي ها اللي ببالك غلط خوف تقول اللي ببالك اللي هو لا عبر 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 افتديتك ليه تقول نص القمر ها نص القمر هذي يقول له قلت له لا هو ماكو لو نصف الثاني لو اني اهدا اي اختاروا حين ذي لو اني لو نصف يا هو لا نصف الثاني نصف الثاني اقول لك اقول له ايه انت يقول لي نصف الثاني شلون اغششكم بعد بس قولي شلون اغششكم زوجت زوجتك نصفك الثاني غير اذا تحب عليها قول احنا دائما نسعى بالمعروف ها الموز الموز اي نصف ال يا موز لعد شنو يا حظي نصف القمر نصف القمر تقولي لي موز اي لعد شنو انت يشبهه ركزوا وياي شيء الذي يشبه نصف القمر شنو ما ادري يمكن القمر هو النص الثاني مال القمر؟ مال منو؟ النص الثاني مال القمر من الشباك من طلعين تشوفي؟ الهلال؟ يطلع الصبح لو بالليل؟ القمر شو كنت تطلع؟ او بالليل لا شو تشوفي؟ او انت تقولي نصف القمر يعني هو اكيد النصف الثاني مالته ماكو شيء شبه نصف الرقية نصف شنو؟ نصف رقية اكو بقى اكو فطيرة اكو حمرة يا تختارين طبعا الحمرة اكيد حمرة وحلوة حلوة اقول هلال شنو وين؟ الهلال الهلال؟ وهذا المقروض خطيه عرفت نصف الثاني ليش؟ ها؟ هو الهلال جوابك صحيح وجوابك صحيح اللي هو نصف الثاني نصف القمر صحيح تمام؟ اللي هو جواب قبلك انا قلت له وانت جاوبتي صحيح ركزوا زين السؤال الثاني ركزوا زين ما هو الشيء هنا يمكم ما هو الشيء أوله عين وآخره لي أول عين بعيدة
ما هو الشيء أوله عين وآخره لي؟ لا حد يحكي، لا حد يروح البازي خانة. ماكو في شيء اسمه في جين. ما هو شيء، ما هو شيء أوله عين وآخره لي؟ أحاول بما تفكرون، أحاول هنا. ها عرفتي؟ لا. ها ها ما هو شيء أوله عين وآخره لي؟ ممكن اسم علي يعني، ممكن نوع عين لي علي. صحيح علي. أول شيء عين آخره لي علي. أول شيء جاش والله. أنت متغداية؟ هاي متغداية. تعبانة؟ أي سادس. ليش طلعت اليوم؟ إيه 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 ما هو شيء الذي أوله عين؟ هو شيء على اسم أو شيء هو شيء مو ما هو شيء اسم شيء. قلت له شو وقت تطلقون؟ زين أرجله أبدي وياكم ركزوا لأن هنا أنا راح منافسة بينك وبينها. أرجله من حطب ورأسه من ذهب. شنو أرجله من حطب ورأسه من ذهب؟ النار. نار نار ذهب. أعطيني طابوقة. ها ذهب ذهب لهم بها تحوير. الموز. أرجله من حطب الموز. الموز. ها جوزي. ها موز موز. فكروا يلا يلا فكروا. ها عرفت. لا ما يصير سؤال لما كسرنا كم مليون نرجع لكم. ها عيد السؤال. أرجله من حطب ورأسه من ذهب. راح أبسطها لكم وبسرعة للقفة يقولها. بالحقل. وزن خل أكمل على كيف. بس لا فزاعة عمي. بالحقل شي يزرعون أرجله من ذهب من حطب وشنو ورأس شنو قمح. لما تقولها من البداية القمح. القمح حسا صرتوا تسالكم واحد عادلوا واحد كنكم زين. هاي الجملة قل لي يا سبع مرات على السريع عذاش جاوبتها راح تفوزون وياي. ماشي قل لي. شمس تمشي وشمس مشمسة. سبع مرات على السريع. شمس تمشي وشمس مشمسة. على كيفك. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي ما رد هيك شيء. لا مو صعب. لا لا قوليها على السريع على السريع. شمس تمشي وشمس مشمسة. مشمسة مشمسة. مستحيل والله. ما تقدر؟ لا مستحيل. حلو. ها ما اقدر. متدبرها. ها الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي وقعدك شو تقولها؟ لك عيني قول لي اياها. شمس تمشي والشمس مشمسة. عسى سبع مرات. الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي والشمس مش. هلا ترت عمري. بتعرف؟ ما ادبر. يلا. شنو؟ قولي لي هاي الجملة. الشمس تمشي وشمس مشمسة. 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 طب قول. قالتها؟ يلا. لا ما أقولها. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي. دقيقة دقيقة. بع ها بتقطع مع الرواد. دقيقة على كيفك. هدي اسم المايك. يلا. شمس تمشي وشمس مشمسة. خلاص مشمش خلاص. شمس تمشي وشمس مشمسة. 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 مش جريها يلا عادي. ترى بيا ربو. إيه مخالف يلا. شمس تمشي يا ما أقدر لا تختين. شمس تمشي وشمس مشمسة. 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 دوريها لولا لا
انا اقول غيرها ممكن؟ لا ماكو ممكن هي. لا لا اريد هاي. دبريها لو لا؟ لا ما دبر. ابد؟ ابدا. من نام من نام؟ ابدا. حاولي؟ ابد. عيني الحب والغرام اللي تعلمي تعال. تعلمي تعال. لا تعال تعال نمي. بس تعلمي ايش بيك؟ ما اريد بس في يمي. تعال يمي. بس من رخصتكم يعني دقيقة اوقفي هنا بصفي. صار لك قد تحبها؟ صار لي 5 سنين. تحبها؟ يعني. ما خنتها بحياتك؟ ابد. من نام من نام؟ ابد. زين احكي الصدق انت خانج؟ احكي الصدق ولا تخسرين؟ والهدية ترى مفولة. لا لا ما خانج. 200 دولار. لا ابد ما لازم علي. يا معودة. لا لا. من نام من نام؟ لا. ابد. ها. ابد والله. لا شرط شنو؟ ها؟ ابد. ابد شنو شرطك؟ لا ما اقول لك مو شرط الفلوس ايه؟ تقول 200 دولار يعني. ابد لا فد يوم باوعت على وحده لا فد يوم خابرت لا فد يوم ابد. زين تعرف تليفونك ايه؟ اي شلون ما تعرفه؟ اه الله اي والله. زين عسى تحبها؟ شلون ما احبها؟ تشتري لها اي شيء نقول لك هسه؟ هسه اشتري لها اي شيء. تشتري لها انت قطعه ذهب هسه؟ هسه اشتري لها. بس دقيقه السكر عندك هبا هبا صعب؟ لا زين متوسط. يعني تشتري تقعد تشتري لها؟ هسه اشتري لها اكيد. هسه واذا ما اشتريت لها يعني شو تريد يعني؟ انتم هذا الحب مالتكم لو تشتري لها لو بس حكي. ليش بس حكي يا حبيبي؟ تشتري لها يعني؟ يا حبيبي ليش تشتري لها يعني؟ ليش ما اشتري لها؟ تشتري لها تشتري لها قطعه ذهب؟ شيء اكيد. ها والله هسه هسه تشتري يعني؟ بس الفلوس مو من عنده من عندك؟ شيء اكيد. بس مو المشكله فلوسنا فيها سوي ما نخليهن يمي. اي مو شنو احنا فلوسنا كلها سوي ما اعرف يعني شنو فلوس وين وفلوسه وين. كانيتنا وحده. حلو تمام زين تروحون اثنيناتكم من تخلصون توديها مثل اجاد جيلاتو بالمنصور يمر رواد او تقاطع 14 رمضان انجله تروح انت وياك تروحون اثنيناتكم نفسيتك تعبانه ويوم كلبه بيك ضغط على صاعد تروحون تاكلون ايس كريم ماشي؟ اي رحم الله تدلل اعطيني اول هديه هاي تاخذها تقول فزتوا قناه السمره الفضائيه تحياتي لكم حياكم الله ارجعي قودي لا يضيع الولد يا زين والهديه الثانيه اليوم مقدمه من مركز الماسترز اوف بيوتي سنتر مركز راقي بعدد الطوابق طابق مختص للاسنان طابق مختص للجلديه وطابق لزراعه الشعر الشعر مو لي الموضوع ما لكم دخل فيه تعالي يمي هاي الهدية نفتحها شح تختارين الموجودات هنا بسرعة يعني لازم اقول لك ايه خصوصية هاي ها شنو هاي ايه اختاري وحتى مدى قراني انت لا تشوفين بيشربوا شنو موضوعك السادس يعني شو تسوي تنظيف بشرة فيلر وجنات نهايه اوقف اقول لك هاش الهديه وصفني بالبيت وضعيتش تعبانه متضرره وعندي الهديه الاخ اللي هي مقدمه من مركز الماسترز اوف بيوتي هاي خصومات خصوميه هي فري لان هي جاوبت اكثر وانت لك خصومات هاي الهديه تستاهليها ومبروك عليك تحياتي لك زين انت هنا لك عطر من السار الاغى تستاهل عطر وين العطر وين مبروك عليك وانتوا حتروحون انتوا يا هاشيش تستاهل اعلمود المشمش غير اعطيني مثلجات جيلاتو علي هاي الك تروحين انت وخواتك ماشي دبدوب على حساب على حسابك اليوم علاوي علي اعطيني الهديه وتستاهلين يا حبيبتي ما حتبوسيني لو عيب لا لا تبوسيني شلون تبوسيني شلون سنه علي عافيه شنو اول شيء زين تعلمي تعال 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 هسه هنا لحطيك فرصه وراح اعطيكم فرصه ايه تقولوا لي اياها الجمله على السريع تدبروها لو نفس الجمله اللي قلتها لا قولي لي هاي الجمله انت وين رحت لا الجمله نفس الجمله تقولي لو لا لا ابد
شمسنا مشمسة هي؟ شمس لا شمسكم. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. سمش لا لا خلاص لا خلاص. الشمس تمشي والشمس. الشمس تمشي والعراق بس عوف اللام عوف اللام. الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي والشمس مش مش الله الدبر لا لا هذا نجرب الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي والشمس مشمسة. الشمس تمشي والشمس مشمسة. صعب. شكرا لكم حياكم الله. مشاهدينا الكرام اكيد شفتوا فقرة ركز وجاوب، شفتوا هنا العائلة وشفتوا الشباب انه الهدايا حلوة واكيد استمتعتوا ويانا. تعالي بابا تشيل الموضوع. اقول لك شغلة بس ما تزعل، انا جد اضوج منك اخوش. اي بس هذا تعالي 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 بالعكس هاي اردمي. شلون شلون جد اضوج منك بس هسه لا تضوجين من عندي وهسه لا لين طلعتش الهدية لو شفتيني طبيعتي. لا لان شفتك بطبيعتك يعني جد شوية دمك ثقيل يعني ما تعرف الشاقة. محسن. لا زين تحسن الحمد لله الحمد لله. مو زين لا مو مو زين بس كان دمك بس ما عرف بس ما عرفتيني على على حقيقتي شد دمك ثقيل هم بس ما عرفتيني على حقيقتي اي همينة. احنا دائما نقول لا تحكم على البشر من بعيد، جرب صديقك وجرب البشر حتى تعرفه بحقيقته. هنا كانت مصدومه الثقيله على المعده عشان ما هضمتها. مشاهدينا الكرام راح ناكل فقرة غنوة وشعر، ابقوا وياي. شلونك حيدر؟ عيوني شو اخبارك؟ والله بخير. شلون صحتك؟ ادعي لك بالخير. فد ولا علم استاذ خطاب العلم حياك الله باشا. شلونك تعلم تعلم؟ شو اسمك؟ انا عيسى. انت عيسى عسى تشتغل شنو؟ والله اشتغل يعني على باب الله غير اشتغل كاسب حبيب الله. طيب بطارية جاهزة؟ طيب بطارية جاهزة. ايش تشتغل؟ اشتغل احذية نسائي عادي. ها محل يعني؟ اي عادي. عاشت ايدك؟ زين. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ غفران. شو تشتغلين؟ ما اشتغل. ابد؟ ابد. ربط بيت؟ اي. حلو. اهلا وسهلا. بنين. طالبة؟ طالبة. شلونك؟ احمد. شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله احمد؟ اي. زين؟ زين. مرتاح؟ مرتاح. حباب؟ تعال احمد. تعال تعال تعال. هلا هلا مرحبا اهلا وسهلا. ومنو؟ ام مرتضى. جريئه ام مرتضى؟ ان شاء الله جريئه يعني ان شاء الله. حلو. اسمك؟ ايه. ايه تمام. ها شنو علاوي ايش تسوي بروحي يا عل؟ يا تعال خلي كمل. شلونك حجي؟ زين اسمك الله يحفظك. المهم حيدر عندك خيارين يعني اما تعطيني اغنيه يا ما تقول لي شعر. انا ايش ما صار بي استاهل بعد اكثر وانا بنفس الحجر مرتين اعثر. الله ختم لي قبل. يلا اختار. ايش اختار؟ اغنيه لو شعر؟ اغنيه؟ شعر؟ يلا يعني انا اللي عذبوني اهلي، انا اللي ذبوني بسوق الغزيل لتاكل الوحوش. دقيقة هاي اغنية هاي من عندك؟ هاي يعني من عندي مركبة. اي والله مركبة. زين هذا شو كنت اكمل اني شو كنت اسوق السيارة شو كنت اشوفها؟ يخزون السيارة؟ لا عفوا السيارة هسه خلينا نكمل بعدين نطبل السيارة عافية لو تجي تشاركون تفوزي اختاري خلاص تمام. حجي شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ شلونك شلونك يوم كلثوم؟ ام كلثوم؟ تعرف تغني لها؟ والله كنا قبل خلينا تنسى ماكو. شعر؟ اه ماكو. هم ماكو؟ ماكو. ماكو لا شعر تمام. غفران وحده من الاثنين ايش تختاري؟ هو اثنين هنا انا ما اعرف لا اختاري لو تخسرين لو تفوزين. لا طبعا افوز. يلا شعر الاغنيه؟ شعر. يلا احبك ولي حب الوقت وين الله وقسمته روح يم عيونك الحلوه دعوفي هذا الشعر اللي تعب نفسيتي حيل. ما حافظه بس هذا ما حافظه شنو لو شعر لو اغنيه وين بالك؟ يلا اختاري اغنيه اغنيه. يلا
هذا الحلو كاتني يا عمي فدوج قد احب ولدك. الله يحفظها الله يحفظها. ها ولا شيء ولا شيء ايه ابد تمام ولا شيء. لا تعال تعال حجي عفهم عفهم عفهم. انا ما قدرت تجاوبني هسه هسه شنو يعني تريد غير ذني خيارين لو نفسي لا نفسي بتطني فشي مو يعني ذا صوتي انا صوتي محل شلون اعطيني شعر اعطيني شعر اعطيك شعر مرض الخياط يعني ايه انا عارف هاي شعر عادي غير عيد يلا دحكي ما ادري ايش مات بيه وقمت ما اشتاق عمر تانيتك وحبيتك بسرعه من شفت عيونك لون غير عيون غسلت ايدي منك ب 12 دمعه شمعه وياك انا رحمتها وانا الخاطرك بس عوف خاطري عوف 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 كلنا عوف اوكي انت شو وقت تعطيني شعر مضبوط؟ سلامني هو يسوي هيك ادري وانا اعرف ايش هذا اخر يلا خليني صوت يا صوت احد خليني يا قلت مثلا احسان دعدوش مثلا يلا احسان تحياتنا الفنان احسان دعدوش يا اخ صدق كذب يعني اللقاء يعني الا بشده يعني بالمول يعني بمول العارضيه صدق كذب شلش ما تشكيت لعرقعك بالدوش ايش هذا احسن دادوش الثاني اياد راضي طبعا النوعين الممتازه ابو فليس يا سلام عليكم طبعا شنو من خلال هذا اللقاء النوعيه الممتازه النوعيه الاصليه وينك يا جوري جورايتي بتول لبلبي وش بتول قطوف وش ما جوزي من سوالفك وش يعني كنت يم اهلك تذبحين مصاب ورقي جيت يمي تذبحين جيت يمي كان شعري شيش معذق بتول لبلبي ما جوزي ما تسوي شغله لا ما بيها صرف وتبذير وينك يا جوري وقف دقيقة تعال اعطوني عطر اول شيء بشهر الاغا شهر الاغا تستاهل حيدر حبيبي مبروك عليك اول عطر طيني طيني الحيدر حيدر هذا العطر تستاهل مقدم من شهر الاغا تستاهل ضمه و الهدية الثانية مقدمة من مركز الماستر اوف بيوتي سنتر واعطيني ذيك اها هاي الهديه وينها مريدة مركز تجميل؟ اي اريد شو تلبخين؟ لا ما محتاجه شيء ها قولي لي باعي هاي البطاقه تاخذيها هاي بيها كل الخصومات على السنتر الاسنان والفيلر والبوتوكس ما شاء الله كلكم تشابهون تفضلي هاي الهدية مبروك عليك طيب مثلجات جيلاتو وهاي للحلوة ما تريديها هاي ليش هم مريم اسمها انا شلون هاي مقدمة من مثلجات جيلاتو اي فرع من ذني تروحين قلت نفسنا ويا قناة سامرة الفضائية تستاهلين بمنصور و دقيقة بك شكرا جزيلا مثلا يعني غير اول اسمه سبع شخصيات عندنا اعطيني شخصيه لك من وين عبو عبو شخصيات عبو يا بي السلام عليكم انت مو قلت لخالي يا بي بلا زحمه غير لك اياه غير لك لان شنو شويه سيناريو ما حافظ ما مخزن كل الناشرهن اعذرني اعطيني كشحن السائل يسرى واليمنى نشحن الاثنيناتن بس ابو يعني ما يجي يا بس اكذبي ضلعي ضلعا دير بالك يا ابي شنو الحركات يا ابي امشي العدسات يا ابي ترى ديلوكس اطلع يا بس اكذبي لا اكو واحده لو حبيبي جيب اقعد وهاي الهديه مقدمه من سار الاغاني عاشت ايدك حبيبي مبروك فيك قلبك حياتي شكرا حيدر شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا ربي يوفقكم ومشاهدين الكرام وصلنا لكم الى اخر فقره فقره موبايلك هنا الظلم والظلام فقره موبايلك من راح يقدر لها ابقوا وياي مرحبا حبيبي شلونك تمام شو اخبارك تمام الاسم بالخير لطيف لطيف خليل خليل عمر عمر نعم محسوبك خطاب شلونكم شباب شلونك حبيبي مرتاحين مرتاحين زينين؟ زينين حلو
شلونكم؟ هلو هلا. شو اسمك؟ فرح. شو تشتغلين؟ ربة بيت. زوجة؟ اي. كم طفل عندك؟ ثلاثة. احكي صدق تحبينه ولا يحبك؟ لا هو يحبني. احلى كيف تحبيه؟ احلى شيء هي هاي، من هو يحبني ما تحبه؟ اطلق. لا اسم الله. مو تقولين هو يحبني ما احبه، شو انت قلتي؟ لا احبه. قلتي قبل شوية؟ لا مو تغيير اراء عادي يصير. اي اي. من اخضر علينا. اي. شو تشتغلين؟ معجنات. ها؟ معجنات. بيج وهالسوالف؟ لا لا محل. حلواني. بالحلواني يا فهودي. شلون جيت يا فهودي؟ تحياتي انتم. وانت وين؟ اوبريتر بمطار بغداد الدولي. ها؟ مطار بغداد. شخصيات؟ عايشة بالك. زينين؟ ركز لي هنا، اخاف احد يطلع التليفون. ضم التليفون بجيبك. كم تليفون ضم تقول لي؟ باقيهن. الفقره اسمها موبايلك. يا اما تعطيني الموبايل طافي شحن. دخل اكمل. دخل اكمل. كمل. وافتح كل شيء بالتليفون قدام الكاميرا، الاستوديو، الواتساب، والصور، كل شيء قدام الكاميرا. اي لا صور لا. تغني. اي طافي تليفوني. طافي؟ اي طافي. طافي؟ اي طافي. تغني؟ لا ما اعرف اغني. تخسرين. ما اعرف اغني. غني رشيش اللي تحبيه. ما يحب اغاني. هذا الحين. ها. انسحب من هاي الفقرة. تنسحبين؟ حلو. اغني؟ اغني. يلا. ها هي مكافأة. يا أغنية. طبعاً التصويت. فما جواب. أبد. طبعاً راح يصير نشاز في السونس. أنا معي. يلا يلا طف الجوز يلا. أوقف يا أغنية. كيفك؟ غير لا أتذكر أغنية. واحد. اثنين لخمسة. ثلاثة. أربعة. خسرت. نسيت. أنا مستعدة أفتح تليفوني وقدام الكل. استديو. كل شيء. مو كسور خافوا ما حد جبه. عادي. عادي. أنت راح تشوفه. لا قدام الكاميرا. أنا راح أفتح تليفوني وأشوف أنت. خلاص رجع التليفون دش نقب روحك عالي شكراً. هاي اللي حبيتها بيك. الغالي. حبيبي. القلب والشمعة والنور. اعطيني التليفون. اعطيني التليفون. بنزين محسن. يلا هنا نبدي نطب على اول برنامج الواتساب. الله هسه بعدني. الله تحبون نبوع سوا؟ يلا عادي. انا مالي دخل. نرجع لكم. نعوف مسلم. هذا مسلم بهيل او مسلم؟ لا لا مسلم اكيد. يلا يلا نسمي. نرجع خالي علي نعوفه، لولي نعوفه. الله امسحي رقمي. وصلنا هنا انا. هنا نجي نفتح. خل اكمل. اقري. اقري؟ ايه. قبل الحكي وياك وخر هاي الصورة. ايه كملي. الو. الو سد على راحتك باي. طبعا شنو هو متعبني؟ لا هنا ما نقدر نحكي بعد. اخذ راحتك. لا 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 هسه نرجع على الباقيات. نوني. هسه نونا نجي. اقري عيني. لا لا تقرين. انا احب اطاح. لا الله لا اش تقرين؟ اش تقرين؟ مو قلت لك عوفني. لا لا هاي مع الابنية. لا داخله مستشفى من وراك. لك داخله مستشفى من وراك. لا هاي مقدمة صارت شغلة. داخله مستشفى. داخله مستشفى. هاي سارتك. يا اخي شو يسوي البنات؟ يا معود كذي بشي. هاي اسمش انت اضرب امرات تقول لك انا عطف علي. يا حبني يا حبني. خلنا نرجع بعد. بعد هاي نونة وبعد هاي شم مجهول بنزونتي يا انت ما تقول لي شنو. لك انت ما تقول شنو. انا صادق يا حظي. الله لا لا هذا هذا صديقات. انا مرتبط. زين دقيقة دقيقة. ها صديقات تقول احبك وتحبني دوما. عادي صداقة حب يعني. صداقة حب؟ اي عادي. هاي بالعراق بس عندنا صداقة حب. هاي جديدة. لا انت دقيقة ازم التليفون ازم التليفون. قفله قفله. ارجع لك. انت ارجع لك. ادخل. لا ما امسح بس توطي. اكيد؟ لا والعباس. جاوبتوه؟ شفتوه؟ علي صادق.
علي حاليا مشغولين، عندنا اتصال بالصور، باي باي. هو غير روح علي، هو التليفون بعد مين طفى التليفون؟ ها روح على الله حبيبي. نجي هنا الصور. علي لحيت. الله مو قلت لك عودي هاي ايد من؟ ايد امي. هاي بس ايد امك ما شاء الله. شو تقولون؟ علي صادق لحيت. شنو لكم في هاي الايد؟ ايد امك. قبل يحكي الصدق؟ واحد ما يقول. قبل يحكي الصدق؟ ايد امك؟ اي قبل يحكي الصدق. شو احلى من ايدي ايش لعب؟ زين. منتصف الجبهة. ارجع لك ما تروح انت كل التليفون نفسه لا تجاوبه. اخ نطوب هنا وين؟ ماكو ايه ايش الواتساب؟ امنه شبيهه ولد خالتك؟ خط لازم امنه خط وتحكي وياها؟ ليش؟ اه انت وين حبيبتي؟ بالفراهيدي امنه اليوم بالليل موجوده مو لا طالعه هاك بابا موضوعك يمكن كلهن 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 الله وين تداوم اول شيء؟ وزاره الداخليه كم تليفونات حبيبي؟ الله يحفظك وين دخل الموضوع؟ انا انسحب اربع رهاب سجن تمام نرجع هسه لقضيتك افتح التليفون وصلنا هسه ثلاث بنات عمي ما يصير بس دقيقه خلي افتح بس يعني ما طب مجهول بزونتي ابي ماما هسه لحد هنا ماكو شيء يا بدي اقول هذا الاسم شنو هاي؟ حلو لك عين اقرا عمي شنو؟ صدق؟ لا هذا لا لا تختلف عن البقيه اسوار راح نطوب الانستغرام يا الله حياتي او وحده حياتي نطب على حياتي ها مشكله ها مشكله اي مشكله ما ادري بيك قلت لك ضلعي اي زين شوف الحمد لله زين والثانيه هم مشكله ها لا صديقه عادي هم صديقه هو ما تاثر بوجهك بالفلاتر يا اخي زين نرجع مريم اقول لك راح مرادك هاك بس اقف وين مريم هاك ازم ازم مريم مريم هاي مريم حتى جايزة لا دقيقة دقيقة ما سحب مريم حبيبتي هسه مريم حبيبتك حبيبتي بغيت خواتك بقيت صديقاتك صديقاتك ايه. وكين يدرن يعني وكين يدرن؟ كين يدرن وهي تدري هي تدري تدري اي وفاتح حساب هي؟ اي للانستغرام اهم شيء ثقة بي خلص يعني فاتح حسابك للانستغرام اي والواتساب الواتساب كل ما واحد اطب له اطق له سكرين ودزل هي اوكي حلو عادي اتصل لي على حبيبتك ها؟ اتصل على حبيبتك لا دقيقة على صديقتي لا حبيبتك حبيبتك حبيبتي ايش بيك انت تتمتمت؟ لا مو متمت الله شاهد بس حبيبتي شنو حبيبتك؟ حبيبتي مو 24 ساعة ادق عليها دق على حبيبتك مو 24 ساعة ادق عليها مو 24 ساعة ادق عليها ندق على مريم احنا خسرانين شيء لا اعطيك اسم دق عليها لا حبيبي لا احنا نشوف باوع دق احسن لك لو لا دق جاي اقول لك على ما دق 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 على مريم اتصل عليه يلا اتصل طينا طينا عوف نونه هي نفسها لا مو نونه والله نفسها عوف نونه اوكي اوكي نفسها نفسها افتح التليفون افتح انا افتح التليفون قال نفسها لا اليوم لا ما كنت العادي شوفي تليفونك بده يجمع؟ لا لا اسف فتح على شاب تليفونك ستة نونا جاوبي يوم تبع لا مو يا عادي بع الله حبيبي نونا من دق دق لي على غير نونا دق على غيرها المو مشكلة أي وحدة بس أنت تقول صديق شلون حبيبك ما عندي مشكلة لا 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 أقول لك أنا أختار على خال أكتب أي حرف يطلع لي ما هذا خاله ميم ما ادري دق علي لا 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 مروه دق
ادق على مروه. بس انا يا مروه شو معك؟ بقول يا مروه. شو اسمك انت؟ لطيف. ها؟ لطيف. صدق لطيف. والله انت الله يحبك بدي جاوبت. والله الله يحبك. نكتب بزونه. لا بزونه اشاورك بس اشاورك قبل مدي. دقيقه. بس اشاورك قبل مدي. دقيقه. بزونتي. مصيبه كبيره. هيا هنا. لا. مشغول بطيته بلوك. الغالي. دقيقه عوفك اسم هاي. اعطيني اول هديه. اعطيني. هاي مقدمة مثلجات جيلاتو من 16 14 رمضان تستاهل. زين انت وين صافي؟ مو يم مكان زين التليفون. يم هذا الحرق التليفون الداخلية. لا اعطيني انت. وهاي هم تستاهل مقدمة مثلجات جيلاتو. هاي تروح انت متزوج؟ اي نعم. انت زوجتك؟ استني يا حبيبي. والله يحبهم؟ الله يبارك. يعني بصراحة يعني هي هدية واحدة ما نعطيها. باع هاي الهدية. أول شغل بناتك أمكم. هاي الهدية باعي. هاي الهدية مقدمة من مركز ماسترز بيو ماسترز أوف بيوتي سنتر للتجميل. هاي الهدية فري، تختارين واحدة من ضمن الآيتمات الموجودة والباقين لكم خصم على جميع الأقسام من طرف خطاب القصاب. صحيح. شكرا. تفضلي. الله يحفظك. الله يخليك. تحياتي لك. هذا اللي ما تازل. اي والله. والهديه لك. دقني على بنزونتي. والهديه الاخ دقت. لا 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 خالص. عف خالص ترفض. يلا افتح لي العطر بصراحه. هذا مقدم من سار الاغا. افتح لي بسرعه. احسب من واحد لخمسه. اذا ما فتحت اسحب العطر اطي لهم. واحد بسرعه. دقيقه. واحد ترى متى ينفتح منا؟ واحد. لا اثنين. ثلاثه. أربعة. ملابسنا خلال أربعة وخمسة. البس ملابسك. أربعة وعشرة. أنت هذه وقتها. أربعة وربع. فتحت انفتحت. يلا افتح هسه. بعد مين فتح؟ منك. أدري بزونتك سطرتك دي. يلا. زملة هاي. صدق تحكي؟ عم ينزل المايك. بس اسم المايك. شبيك؟ ها أها. هذا غلط طين هو. ها أها. نفتحها هيجي. نفتح العطر. سوي له هيجي. تعطيني رأيك بصراحة. مو 2 ب 25 لا 100 دولار الغالي. اشتم هاي. طيب لو لا هاي. صراحه لا حشم لكم يا اشتم يلا بصراحه اعطوني رايكم. 2 ب 25 يعني مقبول. مقبول اي والله مقبول حقيقه. مو طيب. طيب اي مو طيب. اي انتوا تحبون كله ابو الالف خبط. اعطي بشيء تستاهلون. فدوان عمرك ممنون. مبروك عليكم. ربي يوفقكم. شكرا لكم. كافي. الله كافي. الله باي 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 باي. مو شايفين الكوب. برنامج ايش وقت يطلع الساعة ايش؟ يوم الاثنين الساعة 9 على قناة سامرة الفضائية ان شاء الله. بعد تقولون شيء؟ سلامتك. ريدك ويانك. باي باي. مشاهدينا الكرام شكرا الى مول بغداد وامن مول بغداد. شكرا الى علي حسين وعلي الحسني واكيد أنا لكم تقديم خطاب القصة. وشكرا للشركات الراعية وأكيد شكرا إلى زميلنا وأخونا دائما ويانا يطلع ويساعدنا وزميلي سيف المهندس. شكرا إلى مركز الماستر أوف بيوتي سنتر للتجميل مثلجات جيلاتو وعطور ساري الأغا. وأنا لكم تقديم خطاب القصة. وكلكم باي باي.